لكن إمام تطور تطور غريب جدا وقوي جدا جدا في الشهور الأخيرة، وهو لازم يلعب في المنتخب، لازم يلعب اساسي. لازم يلعب في المنتخب، وهو وزيزو. يعني يعني كابتن في مكان امام عاشور اللي هو 8 بيلعب مثلا مع الزمالك 8 واحيانا بيلعب جناح، في حد زيه في مصر؟ هم انا قلت لك الثلاثه دول افضل لعيبه في مصر دلوقتي. ماشي، بس واحد زي عبد الرحمن مجدي، تعالى نتكلم بصراحه، مين مش هيلعب عشان خاطر غصب عنه هو مكان محمد صلاح؟ انا انت ماليش بتتكلم دعوه، على انا الثلاثه، ماليش دعوه بالمنتخب، انا بتكلم على امام عاشور. انا بتكلم على، لا امام طبعا امام مكانه امام موجود، 8 بيلعب 8 في المنتخب في امام الزمالك. مكانه موجود يا كابتن احمد. لا ما فيش حد، مفيش حد ما فيش زيه. حد احسن منه خالص يعني.